مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. في خطوة جديدة أعلنت السلطات التونسية إغلاق مطار قرطاج الدولي أمام الرحلات القادمة من ليبيا، فيما ستقتصر الرحلات الليبية على مطار صفاقس فقط. يأتي هذا المنع بعد قرار إغلاق الحكومة التونسية للحدود مع ليبيا عقب حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي. كيف تساهم هذه الخطوة وما سبقها من إجراءات في التخفيف من المخاطر الأمنية القادمة من ليبيا؟ وكيف تؤثر على العلاقات بين البلدين إذا علمنا أنك أكثر من 300 ألف ليبي يعيشون في تونس وأن آلاف التونسيين يذهبون إلى ليبيا للبحث عن مصدر رزق؟ نتابع هذا التقرير ثم نعود. ما زال الوضع الأمني في تونس يتسم بالهشاشة والتهديد بعمليات إرهابية أخرى، إذ كشفت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن أحبطت عمليتين انتحاريتين كانتا على وشك الحدوث في شارع بورقيبة بالعاصمة من تخطيط تكفيريين وقع استقطابهما حديثا. وقررت وزارة الداخلية منع السيارات بجميع أنواعها من دخول شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس. في ذات السياق علقت الحكومة التونسية رحلات الطيران من وإلى ليبيا عبر مطار قرطاج الدولي، وأبقت على الرحلات من وإلى مطار صفاقس فقط. وكانت الحكومة التونسية قد ذكرت سابقا أنها بصدد التفكير في فرض التأشيرة على الليبيين القادمين إلى تونس، وقامت إثر عملية سوسة الإرهابية ببناء ساتر ترابي قالت إنه لمنع تسلل الإرهابيين ولمقاومة ظاهرة التهريب. وكان ذلك قد لقي معارضة شديدة من المواطنين في المناطق التونسية الحدودية. وتؤكد الجهات الأمنية المختصة أن أغلب العمليات الإرهابية التي كانت تونس ضحية لها وقع التخطيط لها في ليبيا، إلا أن مسؤولي حكومة الإنقاذ التي تسيطر على غرب ليبيا ذكروا أن أفرادا تونسيين من تنظيم الدولة هم من تسللوا من تونس وقاموا بعمليات قتل وتفجير كان الليبيون ضحيتها. الحكومة الفرنسية من جهتها قالت إن طيرانها الحربي قام بعمليات استطلاع فوق أجواء ليبيا لمراقبة أماكن يسيطر عليها تنظيم الدولة داعش. قد يكون ذلك مؤشرا على قرب القيام بعمل عسكري يستهدف مواقف التنظيم المسلح. تونس حاولت أن تكون في منع عن التطورات في ليبيا لكنها لم تنجح، خاصة أنها تتعرض لضغط من دول عربية منها الإمارات ومصر للمساهمة في حصار قوات فجر ليبيا المحسوبة على الإسلاميين، مما جعلها غائبة عن الجهود الدولية لتحقيق مصالحة بين الحكومتين المتنازعتين في ليبيا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد عادل الحامدي مدير مكتب قدس بريس. أهلا وسهلا بك يا سيد عادل. يعني إجراء جديد تتخذه الحكومة التونسية فيما يخص العلاقة مع ليبيا، برأيك يعني ما هو الهدف من إغلاق المجال أمام الرحلات الليبية الواصلة إلى مطار قرطاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العلاقات التونسية الليبية هي علاقات يعني عريقة في التاريخ وممتدة، وهي مصلحة للبلدين. تونس لها مصلحة كبيرة في توطيد وفي ترتيب وتحسين العلاقات، علاقات الجوار مع ليبيا. ربما الجنوب التونسي كله اقتصاده الرئيسي يتمركز حول العلاقات مع ليبيا وحول التجارة مع ليبيا وحول أيضا زيارة الليبيين. تعلم بأن هنالك ما يقارب من مليوني، تقريبا مليوني ليبي يعيشون في تونس منذ الإطاحة بنظام القذافي واندلاع الثورة الليبية في العام 2011. للأسف الشديد السلطات التونسية ظلت مرتبكة ومتأزمة في علاقاتها مع ليبيا. السياسات الخارجية اتسمت بالاضطراب على الرغم من التأييد الذي لقيته الثورة الليبية من نظيرتها التونسية، وعلى الرغم من احتضان التونسي للثورة الليبية، إلا أنه بعد نجاح الثورة الليبية في إسقاط نظام القذافي انقلبت الأمور ولاحظنا أننا أمام سياسات خارجية مضطربة ليست مركزة على سياسات واضحة وأيضا على علاقات متينة مع ليبيا. الذي جرى اليوم فيما يتصل بتحويل طائرات ليبية إلى مطار صفاقس. صفاقس هي عاصمة الجنوب كما يقولون في تونس، وهي تحتضن أغلبية الليبيين هنالك، وهي ربما المدينة الأهم في زيارة الليبيين واحتضان
عن الليبيين. ربما التونسيون أرادوا ربما إغلاق باب كانوا يعتقدون، أو هنالك بعض الأطراف ترى بأن الليبيين قد يشكلون خطرا على أمن تونس، فحاولوا أو عملوا على نقل الطائرات بدلا من العاصمة إلى المطار صفاقس الدولي لإحياء، أولا لإحياء المدينة صفاقس، وأيضا خدمة للليبيين باعتبار أن معظم الليبيين يأتون إلى صفاقس ويقضون حاجاتهم هناك. فالقرار له أوجه متعددة، وجه يتعلق بالأمن التونسي الداخلي وهي مصلحة تونسية داخلية، ووجه آخر أيضا اقتصادي يتعلق بتلبية مطالب الليبيين الذين يأتون إلى صفاقس باعتبار أنها تحتضن كل المؤسسات التي يأتون من أجلها، وعلى رأسها المستشفيات وأيضا الأمور الاقتصادية وحتى الإقامة للليبيين هناك. إذا أنت تشير أن في جانب من هذا القرار يتعلق بشق اقتصادي لمصلحة صفاقس ومصلحة الليبيين، وجانب آخر يتعلق بالجانب الأمني، لكن يعني أمنيا هل يستخدم مثلا من يهرب السلاح أو الإرهابيون، هل يستخدمون الرحلات هذه لتمرير أسلحة أو للوصول إلى تونس مثلا؟ لا أعتقد بأنه من الطيران يمكن الحديث عن تهريب أسلحة عبر الطيران، وإلا الأسلحة كما تهرب إلى مطار تونس قرطاج تهرب إلى مطار صفاقس، بالتالي لا يعني هذه الموضوع الأمني ربما لا علاقة له هنا بالأمر. الأمر يتعلق كما قلت لك بمصلحة تونسية، هنالك بعض التيارات داخل الحكومة التونسية والتيارات النافذة أيضا في المؤسسات التونسية الإعلامية والتنفيذية يعتقدون بأن ليبيا تشكل خطرا أمنيا على تونس، بالنظر إلى أن الثورة الليبية ما زالت لم تستقر بعد، وأن العراق إذا جاز التعبير والخصام والمنافسة بين أنصار الثورة في ليبيا وأنصار الردة أي الثورة المضادة ما زال على قدم وساق، وما زالت الأمم المتحدة لم تفلح بعد في التوصل إلى اتفاق. كنت أعتقد بأن التونسيين أصحاب مصلحة في أن يكونوا شركاء في التوافق السياسي في ليبيا، لا أن يقفوا إلى جانب طرف دون آخر. والإعلان عن نقل هذه أو المضايقات ضد الليبيين بعد إغلاق الحدود البرية اليوم 26 نوفمبر الماضي عقب تفجير حافلة الأمن الرئاسي وسط العاصمة التونسية كان أيضا خطوة في الاتجاه الخطأ، وكان هروبا من مواجهة الحقيقة في الداخل إلى مواجهة الحقيقة في الخارج واتهام جهات خارجية، كما لو أن الحكومة التونسية أو أطرافا داخل الحكومة التونسية ربما يعتقدون بتقصير قوات الحدود وقوات الأمن، ولذلك يسعون إلى مثل هذه الخطوة. هنالك تيار أساسي داخل المناطق النفوذ أو داخل دوائر النفوذ في تونس ما زال يحمل نوعا ما من المعارضة للثورة الليبية، ويعتقد بأن تيارا داخل الثورة الليبية وهو التيار الإسلامي ربما يشكل خطرا على الثورة الليبية، وهو التيار الذي يسيطر على غرب ليبيا تحديدا. وهنالك بعض التحريض على هذا على غرب ليبيا بالإشارة إلى وجود إلى دواعش أو وجود بعض لكن سيد عادل، يعني ألم تتجاوز تونس هذه النقطة تأييد فريق على فريق آخر، خصوصا إذا أخذنا بالحسبان مشاركة تونس في مؤتمر دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر منذ أيام قلائل، وكانت تونس حاضرة في هذا اللقاء؟ طبعا كان مستغربا حقيقة أن تونس طلبت في آخر لحظة من الجزائر أن تكون حاضرة في اجتماع الجزائر الأخير. سأعود إلى موضوع اجتماع الجزائر الأخير. سابقا كان التونسيون أيام كان سيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية الحالي كان رئيس الحكومة كان يقول ستهدأ الأمور في ليبيا إذا انتهى السلاح عندهم، إذا انتهى الكرتوش، إذا انتهى السلاح الذي ورثوه عن دولة البوليس، دولة القمع، دولة القذافي السابقة. هذا منطق يبدو أن التونسيين الآن شعروا أو أدركوا بأنه منطق ليس دقيقا وليس صحيحا، وأن على التونسيين أن يكونوا واعين جدا ومدركين إلى ما يجري في 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 الجارة ليبيا. للأسف الشديد كما قلت لك السياسات كانت مرتبكة، طارة يعتقلون أحد قيادات فجر ليبيا فيضطرون إلى إعادة
إطلاق سراحه، وتارة يسلمون قياديا أو وزيرا في حكومة القذافي السابق يسلمونه إلى لا دولة، وتارة أخرى يغلقون الحدود البرية، وتارة أخرى يفتحون سفارة في طرابلس وأخرى في بنغازي ثم يغلقونهما معا. فبالتالي نحن أمام سياسة خارجية للأسف الشديد يعني اتسمت بعدم الثبات وعدم الوضوح فيما يتصل بليبيا. وكان الأصل السيد الباجي قائد السبسي رجل عريق وكبير، وهو رجل يعني مسن ومخضرم، وقد يعني عايش سياسات مختلفة أيام الرئيس الراحل حبيب بورقيبة، وكان دبلوماسيا يعني محنكا. كان لابد أن يجترح سياسة أخرى تقوم على حسن الجوار، وتقوم أيضا على البراغماتية، أن تونس في حاجة إلى ليبيا، وأنه لا يمكن لتونس التي وقفت إلى جانب ليبيا والتي أعطتها السلطات الليبية التي تحكم طرابلس وبنغازي بعد الثورة، أعطتها مكانة متميزة داخل ليبيا. كان الأصل في الأشياء استثمار هذه المكانة لصالح الاقتصاد التونسي ولصالح التونسيين، لكن يبدو مرة أخرى أن أهداف السياسة ربما غلبت على أهداف الاقتصاد وغلبت على أهداف الحكمة والدبلوماسية، ونحن الآن أمام هذه الخيارات للأسف المرتبكة طبعا. نعم، إذن سياسة مرتبكة. دعني أنقل هذه النقطة لضيفي من تونس سيد لطفي التواتي، رئيس تحرير قناة الزيتونة. مرحبا بك سيد تواتي معنا في هذه الحلقة. يعني برأيك هذا القرار الجديد بإيقاف الرحلات الليبية إلى مطار قرطاج، هل يدخل ضمن سياسة الارتباك التونسية تجاه العلاقة مع ليبيا، أم هو إجراء ربما فني أو إجراء طبيعي لمصلحة صفاقس مثل ما أشار ضيفي هنا في الاستوديو؟ والله أنا يعني رأيي أنا في الموضوع يعني أعتقد أن موضوع داعش في ليبيا هي يعني لا أقول كذبة كبرى، ولكن موضوع تم تهويله من طرف الإعلام. يعني داعش ليس بالحجم الذي يعني يقدم لنا في وسائل الإعلام. وهناك عدة نقاط استفهام في العلاقة مع الجارة يعني الدولة الشقيقة ليبيا. نعم. أنت سأل الأحداث تحدث في بصفة عامة في جبل الشعامبي وتتهم ليبيا. الأحداث تقع في مكان ما وإغلاق الحدود. يعني هناك أنا أعتقد الذي يجري الآن يجري تحت ضغوط يعني دولية أو إماراتية بصفة يعني غير مباشرة، وهذه الدويلة الإمارات التي حجمها لا يتجاوز قرية في تونس يعني تقوم بتدخلات وبأشياء يعني لا تتماشى مع يعني العلاقة التي من شأنها أن تبنى بين الدول العربية، علاقة أخوة وتعاون. يعني هذه دويلة الإمارات نقطة يعني استفهام وتصرفاتها، ولكن على صعيد العلاقة مع الإمارات هذه تظل يعني ربما يعني أخبار مواقع صحفية أو مواقع إلكترونية، ولا هل يعني هل يوجد أي شيء يعني مثبت بهذا الخصوص؟ نعم أكيد. يعني هو الرئيس التونسي السيد الباجي قايد السبسي صرح في بعض منذ شهر أو ما يزيد شهر أن هناك ضغوط إماراتية، ولا وهو يعني بصفة غير مباشرة لمح إلى أن تونس لا يمكنها أن تتبع السيناريو المصري، وليس بإمكانها أن تتعامل مع بضغوط يعني مع دولة الإمارات. وهناك يعني حجج على دخول أموال إماراتية إلى بعض يعني الجهات في تونس هنا كذرة. والأكيد يعني حسب المعلومات التي أعرفها الإمارات وضعت كل ثقلها لتقسيم ليبيا، لأن يعني أعطيك السبب لماذا، لأن أصبحت مصر الآن ثقل مادي على الإمارات، وتريد أن يعني يتنفس الاقتصاد المصري عن طريق تقسيم ليبيا ويعني تقسيمها إلى دولتين على الأقل. هناك ضغوط إماراتية في هذا، وأعتقد أن العمليات التي تصير يعني السؤال المطروح دائما نقول لمن يعني من المستفيد من العملية. طيب هذه الضغوط يعني إذا تابعنا اليوم يعني أخبار عن طلعات استطلاعية للقوات الفرنسية فوق ليبيا
للكشف أو ربما مراقبة تحركات ما يسمى بداعش الآن، وتابعنا أيضا الأخبار التي تقول أن تنظيم داعش سيطر على مدينة سرت. يعني هل نحن بصدد الآن التحضير لحرب قادمة في ليبيا، وكيف سيؤثر ذلك على تونس؟ أولا أنا قلت لك أنا شخصيا لا أعتقد أن داعش هي بالحجم الذي يسوق لها، وربما هناك ضغوط أوروبية للتدخل في ليبيا ولي يعني الضغوط على حكومة طرابلس يعني تقليص حجمها أو يعني لإبعادها من المشهد تماما. ومثل ما نرى الآن في سوريا يعني ظاهري في سوريا ظاهريا التدخل الروسي يعني عم مقارنة ظريفة يعني دقيقة، التدخل الروسي جاء على أساس يعني ضرب المواقع داعش، ولكن في الأصل نعم. لكن سيد تواتي، يعني منذ يومين كان هناك لقاء في الجزائر لدول جوار ليبيا للسعي لتوقيع اتفاق الصخيرات لحل الأزمة الليبية. الكثير من الدول من بينها فرنسا، إيطاليا، الإمارات، عدة دول أخرى وقعت على أو أصدرت بيان تؤيد فيه هذا اللقاء، وتبارك يعني موافقة الأطراف الليبية سواء في طبرق أو في طرابلس على المضي في هذا الاتفاق والتوقيع على اتفاق الصخيرات. لا ذاك يعني المواقف الدبلوماسية يعني شيء، وعلى الأرض الواقع هناك شيء آخر. يعني الدبلوماسية يعني بطبيعة الحال تريد أن تجد حلا دبلوماسيا وعلى أساس اتفاق بين الطرفين، ولكن في الواقع هناك يعني سياسة أخرى يعني هذه يعني معروفة، الحديث دبلوماسيا شيء والتصرف في الأحداث يعني على الأرض الواقع شيء آخر. يعني في الواقع هناك يعني من يريد أن يحكم السيطرة على الحكومة الليبية في طرابلس، ويعني يفرض أمر واقع، وهذا يعني يتماشى مع المجهودات الدبلوماسية التي طيب. يعني هي تسويق لموقف، وربما يقول شيء ويطبق العكس، وهذا يعني ما نراه فيما يحدث في العراق، في سوريا، في طيب. مصر. ابقى معي سيد تواتي، اعود اليكنا في الاستوديو سيد عادل الحامدي. يعني سمعت الى ضيفي يتحدث عن ربما تنظيم داعش، وان الهدف اكبر بتضخيم هذا التنظيم هو تقسيم ليبيا، لكن بالنسبه لتونس اجراءات متعددة اتخذتها تونس للتخفيف من المخاطر الأمنية القائمة في ليبيا. برأيك هذه الاجراءات الأمنية لا تشير الى فعلا خطر قادم من ليبيا؟ دعني في البداية فقط أؤكد على بعض المصطلحات أو بعض الأطراف الأساسية. نحن الآن نتحدث عن أزمة في العلاقات الليبية التونسية، أطراف هذه الأزمة هم ليبيون وتونسيون، بمعنى أن الحكومة التونسية هي التي أمرت اليوم، والسلطات التونسية هي التي أمرت اليوم بتحويل وجهة نظر أو وجهة الطائرات الليبية من مطار تونس قرطاج الدولي إلى ولاية صفاقس في الجنوب. كما قلت لك هنالك ناحية فنية ربما هذه أيضا تكون من البوادر الإيجابية أن تعمد الحكومة التونسية الآن إلى طريقة أخرى في اللامركزية، وأن تعطي محافظة صفاقس مهمة يعني أهميتها وموقعها الاقتصادي والسياسي في البلاد. هذه وجهة نظر، لكن وجهة النظر الأخرى هي تتصل بالسياسات الخارجية بالدبلوماسية. كما قلت لك السياسة الخارجية التونسية مرتبكة، واضح أن وزير الخارجية التونسي لم يتجاوز بعد الحالي، لم يتجاوز بعد ربما أطره الإيديولوجية، ويتعامل مع الدول الأجنبية بطريقة إيديولوجية، وأيضا مع ليبيا ويراعي ربما القضايا الإيديولوجية ومصالح الإيديولوجية على المصالح الوطنية العليا التي تتطلب كما قلت لك علاقات إيجابية وعلاقة جوار مع ليبيا طيبة للغاية، طالما أنه ربما نسبة كبيرة من التونسيين في الجنوب التونسي بالأساس ربما يعيشون على الاقتصاد وعلى التجارة مع ليبيا، وأيضا على زيارة الليبيين إلى ليبيا. ثم إن الحدود التونسية الليبية هي تقريبا المنفذ الاقتصادي الوحيد الأكثر ربما نفعا بالنسبة للليبيين إذا قررنا ذلك،
حتى بالحدود الأخرى مع الجزائر، فليبيا تمثل مصدر رزق لكثير من العائلات، لآلاف والمئات الآلاف من العائلات التونسية، واللعب بمثل هذه العلاقات بتعلة أو وجود خطر إرهابي قادم من ليبيا لا توجد حوله دلائل ملموسة أن ليبيا ما مثلا أتاه، وهو الذي فجر مثلا حافلة الأمن الرئاسي في العاصمة تونس أو فجر باردو. لا بالعكس، نحن في هذه السياسات التي في محاولة إقحام والدفع بتونس نحو الفوضى ونحو الغموض ونحو اللا نظام ونحو اللا إرادة ونحو اللا ديمقراطية، ذهبوا حتى في الأيام الأخيرة إلى اختلاق سيناريو ووجود عمالة أو عميل مغربي يتحدث عن أن هنالك أطراف مغربية تقف وراء تفجير سوسة الذي وقع الصيف الماضي والذي قتل فيه نحو 38 منهم أغلبهم من السياح البريطانيين، وهذه ربما إذن أخرى هذه معلومات استهجرتها غالبية الأطراف السياسية التونسية، واعترفت بأن ذلك لعب بالنار ولعب بعلاقات تونس الخارجية، وأيضا محاولة لإقحام تونس في معارك لا ناقة لها فيها ولا جمل ولا مصلحة فيها، لا سيما أنه حتى الدلائل التي تم الإشارة إليها لم تكن بذات المصداقية التي يمكن الرهان عليها والتعويل عليها. وبالتالي فنحن الآن أمام سياسات خارجية كما قلت لك مرتبكة، واضح أن الأطراف السياسية الحالية التي تحكم تونس ما زالت لا تدرك بعد حجم تونس وأهميتها، وأيضا مصلحة تونس في العلاقة مع ليبيا، وأيضا لماذا يجب الحرص على هذه العلاقات وعدم الذهاب بها بعيدا إلى نقطة اللاعودة، لأن ذلك ربما قد يشكل أيضا ضربة قوية للاقتصاد التونسي، وستكون تونس هي الخاسر الأول. ولذلك الرسالة الأساسية لا توجه إلى 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 وسائل إعلام خاصة ولا إعلاميين، إلى إعلاميين ربما مبتدئين أو يبحثون عن الشهرة أو يبحثون عن إثارة الفزاعات، لكن اللوم يوجه إلى الحكومة التونسية وإلى الرئيس التونسي سيد الباجي قائد السبسي اللي هو عمليا معني بالسياسات الخارجية وبالحفاظ على أمن تونس. هذه تتعلق بالأمن القومي لتونس، الأمن الوطني لتونس الذي يجب مراعاته، وعدم الزج به فقط لتصفية حسابات الإيديولوجية. واضح أو تبين بأن التيارات يسارية تونسية تقودها ضد ليبيا، ومحاولة لمنع تحول الثورة الليبية إلى حقيقة على الأرض وانتقال تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي في ليبيا. طيب، هذا اللوم على الحكومة التونسية، هناك من يقول أن الحكومة التونسية تحاول يعني ترحيل المشكلة إلى ليبيا، المشكلة الأمنية، يعني إقامة الحاجز الترابي، إغلاق الحدود، الحديث عن فرض تأشيرات على الليبيين القادمين إلى تونس. بعض الأطراف الليبية تتحدث أن المشكلة أساسا هي مشكلة تونسية داخلية، مشكلة أمنية تونسية، وأن الكثير من هؤلاء الذين نفذوا عمليات إرهابية هم تونسيين، سواء تدربوا في ليبيا أو جاءوا من سوريا أو من العراق أو من غيرها. هل تتفق مع هذا الطرح؟ المشكلة السياسية والأمنية دائما هي مشكلة محلية. الأطراف الذين يقومون بهذه المشاكل هم أطراف تونسيون إلى حد الآن، يعني نحن إلى حد الآن ننتظر من الحكومة التونسية ومن الأجهزة الأمنية المعنية إطلاع التونسيين على العمليات الإرهابية التي جرته، من هي الأطراف المتورطة في هذه العمليات، لماذا كل مرة عندما تحصل عملية من هذا النوع يتم التحذير ويتم أيضا فرض إجراءات عقابية خارج تونس، بينما في الداخل لا يتم الحديث عن أي شيء، وكأن الأطراف غير معنية. يتم اعتقال وقتل كثير من الأطراف المتورطة في هذه العمليات، لكن بعد ذلك لا يتم الإفصاح عن نتائج التحقيقات وما وصلت إليه ومن هي الأطراف المعنية بمثل هذا. لقد قتلت شخصيات سياسية في تونس، وقتل جنود تونسيون في جبال الشحام على الحدود مع الجزائر، وربما في كثير من المدن والمحافظات التونسية. في سوسة قتل السياح الإنجليز وقاد البريطانيون بأنهم ربما يمتلكون بعض المعلومات، وذهب البريطانيون للتحقيق في تونس. نعم. لم يتم إلى حد الآن إطلاع التونسيين. نعم. بأي شيء. لذلك أعتقد بأن المشكلة الأمنية في تونس هي مشكلة محلية، وأن أطرافها محليون، وأن التوافق أو العبقرية التونسية في التوافق السياسي الذي تم إنجازه يبدو أنه الآن محاط بكثير من المؤامرات الداخلية ثم الخارجية. طيب، وكان الأولى آخر نقطة كان الأولى بالسياسيين
التونسيين وعلى رأسهم الدبلوماسية التونسية أن ينقلوا هذه العبقرية، عبقرية التوافق التونسي إلى الليبيين. تونس كانت هي الأولى والأجدر بأن تتولى ملف المصالحة الليبية، وبينها وبين ظهراني التونسيين كما قلت لك نحو مليوني ليبي لاجئ هناك وأموالهم ودماؤهم مختلطة. كان الأجدر بهذا وليس قطع العلاقات وإغلاق الحدود وبناء السواتر والتحريض وما إلى ذلك. سيد لطفي التواتي من تونس، يعني استمعت إلى ضيفي، هل تتفق مع في الرأي؟ يعني الكثير يقول أن من نفذوا هذه العمليات هم أتوا من ليبيا، الحزام الناسف الذي استخدم في تفجير الحافلات الأمن التونسية هو جاء من ليبيا، من نفذوا عملية باردو وسوسة أيضا تدربوا في ليبيا، إذا المشكلة هي قادمة من ليبيا. أنا أعتقد أن هذه تفاصيل وأتفق مع يعني مخاطبكم. لا يمكن حل المشاكل اللي هي يعني واقعة موجودة، هناك إشكاليات يعني موضوعية يعني في تمرير السلاح في إلى آخره، في مرور الإرهابيين إلى آخره، ولكن لا يمكن حل المشاكل بإغلاق الحدود. إذا كان نتبع هذا الحل سنغلق يعني حدود مع الجزائر، سنغلق حدود مع ليبيا، وسنغلق حدود مع فرنسا ومع انجلترا الى اخره. يعني فرنسا هل اغلقت حدودها عندما صارت يعني عند عمليتين وكذا عمليات ارهابيه؟ هل اغلقت حدودها مع اي بلد؟ هل اغلقت عن المطارات؟ هل يعني اقول ما هكذا تورد الابل، ليس بالحلول هذه الغير موضوعيه يعني نجد حل. وأتفق مع يعني ضيفكم عندما يقول أن يعني العلاقة ما بين تونس وليبيا علاقة يعني أخوية وممتدة على سنوات، وهناك يعني الجنوب يعيش من علاقة مع ليبيا، وكذلك هناك يعني إخوة ليبيين يأتون إلى تونس لأسباب يعني صحية واجتماعية وثقافية، وعندها يعني آلاف من الزيجات يعني المشتركة المختلطة بين التونسيين والليبيين. انا اعتقد ان يعني بصراحه اغلاق الحدود مع ليبيا هي عمليه انتحاريه، وعمليه ستكلف تونس يعني كلفه كبيره اقتصاديا واجتماعيا. وانت شفت يعني عندما تم اغلاق يعني صارت اجراءات يعني مضاده في ليبيا فيما يخص يعني الاكل الادوات اللي عملها حكومه هذه المهدي جمعه، يعني صارت يعني في الجنوب يعني نوع من يعني ثورة صغيرة في الجنوب لأجل نعم. يعني إبطال هذه الأداءات التي تم فرضها من طرف حكومة نعم. جمع. يعني أعتقد أن غلق الحدود ليس حلا بتاتا، ويجب أن تكون حلول أخرى أمنية. طيب. حلول أخرى. شكرا جزيلا سيد لطفي التواتي رئيس تحرير قناة الزيتونة حدثتنا من تونس. الرئيس الباجي قائد السبسي تحدث اليوم حول العلاقة مع ليبيا، نأخذ جزء من هذا الخطاب ثم نعود. الإرهاب، وهذا الإرهاب يعني عنده بعد داخلي، وبدون ما نقعد نحاسبه في اللي كانوا يتصرفوا في البلاد منذ بعد الثورة، هو هذا البعد الداخلي نحن قاعدين نجابه فيه، لكن أيضا عندها بعد دولي، والآن أصبحت العملية الإرهاب لها بعد دولي، وفي أولوياتنا تختلف عن أولويات الدول العظمى اللي الآن تعتبر وأن سوريا هي الشيء اللي لابد نهتم به. نحن في سوريا دولة شقيقة أيضا، وبدا بينا الأوضاع بتاعها تتحسن، ولكن بالنسبة لنا الأولوية ما يشي في الميدان هذا، الأولوية في ليبيا. أرحب بالسيد أحمد الكحلاوي الناشط والنقابي السياسي يحدثنا من تونس. مرحبا بك سيد كحلاوي معنا. يعني على صعيد العلاقة التونسية الليبية، تونس اتخذت العديد من الإجراءات، كان آخرها منع الرحلات الليبية من الوصول إلى مطار قرطاج، كان هناك حديث عن فرض تأشيرة على الليبيين. برأيك يعني كيف تساهم هذه الإجراءات في التأثير على العلاقة بين ليبيا وتونس، في التأثير على
الآلاف التونسيين الذي يذهبون إلى ليبيا للعمل؟ يعني العلاقة من ناحية الاستراتيجية، الإجراءات التي اتخذت مؤخرا هي إجراءات بعيدة كل البعد عما يجب أن يكون عليه الوضع. يعني أولا سؤال يطرح كل تونسي على نفسه، يعني لابد من القول بأن الذي حدث في ليبيا يعني كانت له تسهيلات، يعني في 2011 و2012 ونتذكر عبد الجليل جاء إلى تونس يشكر من ساعد على الوضع المتأزم الموجود الآن في ليبيا. فالآن نسأل على الوضع في ليبيا في وقت اللي الجماعة يعرفون جيدا الأدوار اللي قاموا بها حتى تتحول ليبيا من بلد آمن ومستقر إلى موقع يعني لتصدير الإرهابيين لكامل المنطقة. الأداء الدبلوماسية التونسية أداء ضعيف وضعيف جدا منذ مهد جمعة إلى الآن، يعني نحن ظللنا نتفرج على هذا الوضع بدعوة لا نتدخل في الشؤون، في حين كان من الواجب أن نتدخل ونتدخل بقوة. أولا العلاقة بين شعب واحد، احنا شعب واحد، عائلات يعني تلقى نصفها في ليبيا ونصفها في تونس، علاقات تاريخية، نحن شعب واحد، كان من المفروض أن نتوجه لإصلاح ذات البين، أن نقوم بأدوار، أن لا نترك الدول الأوروبية تتقاسم ليبيا مثل ما تفعل الآن ومثل ما نراها تحرض على استمرار الإرهاب، بل نرى الآن تكديس الإرهابيين في ليبيا يأتون بالطائرات من إسطنبول وغير إسطنبول. فدورنا كان المفروض ليس غلق الحدود ومحاولة والتفكير في تأشيرة، لأن هذا سوف يساعد يعني قضية النقمة ومزيد من الكراهية. هذه سياسة خاطئة على طول الخط. المفروض أن نلعب دور مع أخواننا شقائنا الجزائريين شقائنا المصريين، وبأن نلعب الدور من شأنه أنه يبعد يعني هذه الآفة التي حولوها من أفغانستان إلى ليبيا التي هي أصبحت الآن أفغانستان. أداء ضعيف جدا، أداء بعيد كل البعد عما يجب أن تكون عليه العلاقة بين البلدين بحكم هذا العمق التاريخي اللي يجمع بين التونسيين والليبيين. هذا أسف شديد وحزن شديد على السياسة التونسية والدبلوماسية التونسية ضعيفة الأداء والغائبة تماما عما يحدث في ليبيا. نعم، ولكن يعني رئيس الجمهورية تحدث أن المشكلة الأساسية هي قادمة من ليبيا. يعني طبعا المشكلة الأساسية قادمة من ليبيا، والسؤال ماذا فعلنا نحن حتى نساعد أخواننا الليبيين على تجاوز هذا الوضع؟ يعني هل دبلوماسيتنا قامت بواجبها كما يجب؟ يعني في عهد المهدي جمعة كانت فيه قطع تماما لأي اتصالات، يعني غياب تام ككامل وتام للدبلوماسية التونسية داخل ليبيا. أين هي الأجهزة بصفة عامة، حتى لا أدخل في التفاصيل، أستعمل كلمة أجهزة، أين هي الأجهزة التونسية في ليبيا؟ لماذا توجد أجهزة إيطالية وفرنسية وإنجليزية وأمريكية في حين نحن غائبون عن الداخل الليبي؟ هذه طيب ماذا عن مشاركة تونس في مؤتمر دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر؟ ألا ترى أن تونس ربما بدأت تتحرك أكثر في هذا الجانب؟ يعني نحن غائبون. مؤخرا التقى وزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا، ولكن تونس لم تكن حاضرة. أين هي الدبلوماسية التونسية؟ لماذا لم نشارك في هذه الاجتماعات؟ لماذا لا نتقدم خطوات أبعد وأقوى وأنجع حتى تكون مساهمتنا فاعلة وتكون مساهمتنا تساعد أخواننا الليبيين؟ هذا ما أشقاقنا، هذا الإرهاب هو آفة. هناك دول عالمية، نعم الإرهاب تقوده دول عالمية، هو إرهاب دولي، هي منظومة دولية. الإرهاب هو سياسة استعملها نظام العولمة، العولمة الإرهاب، وأتوا به إلى أقطارنا ونحن نتفرج. أين هي الدبلوماسية؟ تونس كانت مشهورة بدبلوماسيتها، أين هي هذه الدبلوماسية؟ نحن غائبون تماما. طيب ابقى معي سيد كحلاوي. نعم خاطئة. نعم. إذن ابقى معي سيد كحلاوي، أعود إليك سيد عادل الحامد. إذن غياب للدبلوماسية التونسية، يعني هل تم تغييب فعلا الدبلوماسية التونسية عن الوضع الليبي، أما أن سياسة تونس باتخاذ الحياد ما بين الأطراف الليبية هي من ساهمت في يعني سوء الوضع الليبي؟ طبعا بعد التحية التي أوجهها للأستاذ أحمد الكحلاوي في تونس، وأتمنى له كل التوفيق والسداد وهو يدافع عن
في ثغر من 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 بلادي من هذه البلاد ضد السياسات الاستعمارية وأيضا ضد السيطرة الاستعمارية القادمة من البعيد. تحية لك أستاذ أحمد الكحلاوي. وطبعا كما قلت لك أن السياسة الخارجية التونسية والدبلوماسية كانت مرتبكة منذ البداية، وتعلم قلت لك بأن كانت هنالك العامل الإيديولوجي أو التصفية الحسابات الإيديولوجية كانت قائمة، لكن هنالك نقطة أخرى وهي نقطة اليوم السيد الباجي قائد السبسي في افتتاحية المؤسسات في أيام المؤسسة بسوسة قال بأنه تلقى اتصالات من شخصيات سياسية دولية تحذره من تبعات الانقسام السياسي داخل الحزب الحاكم في تونس أي نداء تونس، وقال بأن هذه التحذيرات تتضمن ربما قطع المعونات المالية الموجهة إلى تونس، وهذا جزء من المشكلة. هنالك استراتيجية معروفة في السياسات الدولية وفي علم الاجتماع السياسي يقولون بأنه أحيانا عندما تفشل وتعجز الدول في حل قضاياها تلجأ إلى اختراع سياسة جديدة اسمها سياسة إدارة الأزمة، وسياسة إدارة الأزمة في تونس هنا تقوم على التوجه نحو الخارج، وعملية عندما يعجز عن معالجة قضاياه الداخلية وحل إشكالاته الداخلية وتقديم البدائل السياسية والاقتصادية والأمنية لقيادة البلاد يذهب إلى تعليق شماعة فشله على الخارج، والآن يعلقون شماعة فشلهم على ليبيا كما لو أن ليبيا هذه التي تمد تونس بالمال وتمدها أيضا بالرجال الذين يأتون والنساء والعائلات التي تأتي إلى تونس ومعها الأموال والعملات الصعبة، الآن أصبحت ليبيا تشكل عبئا على التونسيين. وكما قلت لك أيضا في بداية الحديث فإن الذين اتخذوا هذا القرار لم يتخذوه بناء على مصلحة وطنية لتونس عليا واقتصاد تونس، هؤلاء يريدون الذهاب بتونس نحو مزيد من الفوضى وتنفيذ أجندات خارجية. التونسيون في الجنوب التونسي لن ينصتوا للحكومة التونسية ولن يستجيبوا للحكومة التونسية إذا وصل الأمر إلى قطع العلاقات مع ليبيا، لأن الأمر يتعلق بحياة رزقهم، يعني مؤسسات كبرى في جنوب تونس وفي عاصمة تونس الاقتصادية صفاقس ربما سوف تغلق إذا تم القطع مع ليبيا والذهاب بتصعيد العلاقات مع ليبيا. هذه كما قلت لك استراتيجية خاطئة. كان هنالك أنباء عن أن الخارجية التونسية تستعد لدعوة وزير خارجية الجزائر ومصر إلى زيارة تونس والبحث في الشأن الليبي. كانت هنالك أنباء عن أن تونس احتضنت لقاءات سرية بين العديد من قيادات القبائل الليبية والقيادات الحزبية والشخصيات الوطنية قبيل اجتماع الجزائر، وكانت هناك أنباء إيجابية نقلها كثير من القادة السياسيين في ليبيا ومنهم الدكتور علي الصلابي قال بأن تونس احتضرت لقاءات مهمة وبين شخصيات من الفريق الأول أو من الصف الأول لدى الليبيين، وأن تونس احتضرت لأول مرة لقاءات بين فجر ليبيا وبين الكرامة أي بين العدوين اللدودين في ليبيا، لكن هذه اللقاءات لم يتم استثمارها من الناحية السياسية وظلت طي الكتمان. الآن هنالك اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل في روما، اجتماع دولي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما حول ليبيا، وستشارك فيه بالإضافة إلى دول جوار ليبيا أيضا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. أين تونس من كل هذا وهي الدولة المستفيدة الأولى من ليبيا وهي المعنية الأولى، ليس فقط لأن التونسيين يعيشون على العلاقات الاقتصادية وعلى اقتصاد ليبيا، لا، بل لأن أمن تونس واستقرارها مرتبط أساسا بأمن واستقرار ليبيا. لماذا وزير الخارجية الحالي يغلق بابه ويوصد بابه على الليبيين، ولماذا التونسيون يوصدون أبوابهم على الليبيين بينما هم يعيشون ربما، أنا أقول لا أريد أن أذهب بعيدا ولكن أقول أنهم يعيشون من العلاقات الاقتصادية وعلاقات الجوار مع ليبيا. أعود إليك سيد أحمد الكحلاوي، يعني في الشأن الأمني والوضع الأمني في تونس، يعني وزارة الداخلية كشفت أنه تم إحباط عمليتين يعني انتحاريتين كانتا على وشك الحدوث بالتحديد في شارع بورقيبة. يعني هذا الاستمرار في الخلل الأمني برأيك كيف تستطيع خاصة مع التغييرات الأمنية الأخيرة التي تمت، هل هناك يعني أي مدى للتحسن الإجراءات الأمنية؟ يعني الإجراءات الأمنية مطلوب أن تتحسن، مطلوب مزيد من اليقظة، مطلوب مزيد من الحزم أيضا، وهذا يتطلب يعني مشاركة جماعية من طرف التونسيين، وللمشاركة هذه لابد أيضا من توفر شروط، وهذه الشروط لعل على رأسها شرط توقف عن هذه التجاذبات
ويعني اتحاد جميع التونسيين ضد الإرهاب، لأنه ليس لنا من حل إلا أن نقاوم هذا الإرهاب. ومقاومة الإرهاب تتطلب مثل ما قلنا مزيد من اليقظة الأمنية، مزيد من الحزم الأمني إلى آخره، وتتطلب أيضا مساعدة الجميع. هذه معركة الشعب بكافة فئاته، معركة القوى السياسية بجميع يعني فصائلها، ومعركة أيضا يعني كل المثقفين والمفكرين. هذه حرب وجود الآن، نحب أو نكر، هذه حرب وجود. في حرب الوجود لابد. هل تساهم التغييرات الأمنية الأخيرة سيد كحلاوي، التغييرات الأمنية الأخيرة التي أحدثها رئيس الوزراء الحبيب الصيد، في تحسين هذه الإجراءات، في تحسين الوضع الأمني؟ أنا أظنه يعني لا أتصور أن رئيس الوزراء عندما يقدم على بعض التغييرات الأمنية، أنا أعتقد بأن الهدف هو المزيد من نجاعة الأجهزة الأمنية. لا أتصور أن القضية قضية تصفية هذا الشخص أو ذاك، بل أعتقد بأن الأمر يتعلق بمزيد من إدخال مزيد من النجاعة داخل المؤسسات الأمنية حتى يكون أدائها أحسن مما كان عليه في السابق. نعم. طيب، شكرا جزيلا سيد أحمد الكحلاوي الناشط النقابي والسياسي. انضم إلي عبر الهاتف الآن أيضا السيد حسن رضواني، العضو السابق بالمجلس التأسيسي. مرحبا بك سيد حسن رضواني معنا في هذه الحلقة. يعني أنتم في جنوب تونس، هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إغلاق الحدود الآن، منع الرحلات الطيران، يعني بالذات إغلاق الحدود هذا، كيف يساهم، كيف يؤثر على وضع التونسيين في جنوب تونس برأيك؟ سيد بكري السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. باش نفسر معناها منع هبوط الطائرات في مطار قطار وإغلاق الحدود، سيد بكري نحب نعطي لمحة على الوضع في ليبيا بإيجاز. ليبيا أصبحت وكر تدريب الجماعات الإرهابية، وهي مسرح لاختراق مخابراتي تلعب على العوامل القبلية وعوامل الثورة والثورة المضادة. وقد استعصى الحل السياسي بليبيا بسبب الخلاف بين برلمان طبرق والمؤتمر في طرابلس والطوارق بالجنوب، وسببه فشل الطبقة السياسية الليبية بعد الثورة. وداعش أصبحت تضرب في كل مكان في العالم، وهي مقرها سرت بالنسبة لليبيا. لكن ألم يساهم الحياد التونسي سيد رضواني، يعني بالنسبة للسياسة الليبية، ألم يساهم في هذا التدهور الذي أشرت إليه؟ سأجيبك. نحب نقول اللي نضوج العوامل للتدخل الأجنبي معناها أصبحت واضحة، لأن فرنسا معناها استدعت حاملات طائرات شارل دوغول لسوريا وهي تنوي ليبيا، وانضمام بريطانيا بالأمس، وروسيا تكلمت على التدخل في ليبيا والعراق. وما ننسوش العوامل هذه السياسية والأمنية والاستراتيجية كلها تضافرت باش يدخل الغرب، لأن الغرب حاجته بالبترول الليبي، وليبيا هي صراع جد عربي بين الإمارات وقطر وتركيا. تركيا هي دولة إسلامية. طيب ماذا عن الدور التونسي؟ ماذا عن دور دول جوار ليبيا سيد حسن؟ تونس معناها لقد التزمت بالحياد تقريبا، ومعناها بين برلمان طبرق والمؤتمر بين متاع طرابلس، لكن تونس قاعدة تتفاعل مع الوضع في ليبيا، لأن الوضع الليبي ولا يأثر عليها معناها، وضرب الأمن التونسي، وأثبت الأفراد اللي عملوا العمليات الإرهابية الإجرامية كلهم دربوا في ليبيا. دونك وانت معنية مباشرة بالوضع الليبي، خاصة أن ليبيا معناها اقتصادها مربوط بالاقتصاد الليبي، ولا الأمن بتاع تونس مهدد. وتونس ما تنساش البكري اللي عضو في الحلف ضد داعش، والمؤشرات كلها تدل استدعاء حملات طائرات البحر المتوسط على تدخل وشيك في ليبيا. وتونس ماذا تريد من الحكومة التونسية أن تفعل؟ لقد أغلقت مطار قرطاج، نتصور السبب ليس ضغوط خارجية لكن أمني تونسي بحت، لأن تونس أصبحت تحتاط من الأفراد القادمين من ليبيا، وهذا من حقها الطبيعي. وتونس تتعرض للهجمة الإرهابية معناها شديدة، أثرت على السياحة وعلى الاقتصاد بصفة عامة. طيب بالعودة إلى السؤال سيد رضوان، نعم. يعني هذا الإغلاق، نعم. المؤقت للحدود، يعني ما هو تأثيراته على التونسيين الذين يعبرون الحدود هذه للعمل في ليبيا؟ ما تأثيراته على الليبيين؟ ونحن نعرف أن آلاف الليبيين يعيشون أيضا في تونس برأيك. والله كما قال ضيفك الكريم، معناها أغلبية الليبيين هم ينتقلون إلى صفاقس، مدام المطار بالجنوب التونسي صفاقس معناها
يعمل معناها ما نتصورش كان عنده انعكاسات على الليبيين ولا التوانسه اللي باش يمشوا لليبيا، لكن هي الحركه الحدود البريه مغلوقه حاليا لمده 15 يوم. نعم. تبقى الحب الفعل في البكري الغرب اللي هو فعلا ينوي غرب ليبيا يلزم يضرب داعش في سر وليس يضرب الحزب المؤتمر اللي هو اغلبيته معناها من الثوار. وسمى التدخل المصري هناك بصراحه اطماع مصريه في البترول في الشرق الليبي في بنغازي، ونتصور معناها تونس باش يكون موقفنا محرج ياسر اذا تدخل الغرب والشرق وروسيا في ليبيا وقصفوا المؤتمر. تونس معناها باش تضر كثيرا لان افواج اخرى من الليبيين سوف تنزح الى تونس، وهذا هو السيناريو نتصوره الخطير. طيب ابقى معي سيد رضواني. نعم اعود اليك سيد عادل الحامدي. يعني من ضمن المشاكل الكثيره التي تواجه تحكم العلاقه الليبيه التونسيه مشكله اختطاف التونسيين العاملين في ليبيا، وصلت الى المئات في بعض الاحيان. يعني خلال الايام الماضيه تم اختطاف مجموعه من التونسيين الذين يعملون في ليبيا. الحكومه التونسيه يبدو انها عجزت امام هذه المشكله، واصبح يتم اطلاق من يتم ايقافهم داخل تونس للافراج عن هؤلاء المختطفين. مشكلة تونس أحيانا أنها تتصرف، يعني أنت هل سمعت في الأخبار مثلا أن ليبيين تجرؤوا على اختطاف تونسيين هكذا بدون سبب؟ لا، لم يحصل ذلك. إنما الليبيون اختطفوا تونسيين، أو ربما يعني عمليا حتى كل التصريحات المنقولة عن التونسيين لم يتم التعرض إليهم بسوء، إنما كان في إطار محاولة الإفراج عن زملاء لهم مطلوبين في 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 بعض في القضاء الدولي أو ربما لبعض الأجهزة الاستخباراتية الدولية. ليبيا بلد مستهدف، يعني تونس مثلا ليست مستهدفة لكنها ربما مستهدفة بطرق أخرى، بينما ليبيا لأنها بلاد غنية ولأن فيها نفط ولأن فيها طيارات قوية، طيارات لها علاقة بالهوية وبالإسلام قوية تسيطر على أهم ربما مصادر النفط في ليبيا. هؤلاء هم مستهدفون، ولذلك كان الأولى بتونس أن تنأى بنفسها عن المشاركة في استهداف ليبيا أو أي طيار أو أي طرف سياسي في ليبيا، وأن تعمل تونس منذ البداية وهي كما قلت لك في قبل قليل بأن تنقل هذه العبقرية التونسية في التوافق أو هذه الكلمة السحرية التي ابتدعها التونسيون وروجوا لها وأنجزوا لها، ونحن هذه الأيام يستعدون للاحتفال بجائزة نوبل لتسلم جائزة نوبل لفريق رباعي رعى الحوار بين الأصوليين والحداثيين أو بين الإسلاميين والحداثيين، وكان الأولى بهذا الفريق وهذه الأطراف أن تساهم بعيدا عن الإيديولوجيا وبعيدا عن سياسة لي الأذرع، إما عبر إغلاق الحدود وبناء السواتر الترابية والخنادق أو عبر تحويل وجهات نظر الطائرات أو عبر اعتقال القيادات في فجر ليبيا أو في أطراف سياسية معينة لأنها فقط معنية بترجيح كفة أي طرف سياسي. أنا مرة أخرى أقول لك بأن السياسات والدبلوماسية عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الاقتصادية، هنا في بريطانيا مثلا، هنا قبل يومين في الصحافة البريطانية ورئيس الوزراء البريطاني استطاع أن يفتك من البرلمان تفويضا كاملا لخوض الحرب ضد تنظيم الدولة في سوريا. كتب البريطانيون وقالوا بأن الحرب على تنظيم داعش لا تتم فقط بالاستئصال وعبر الأجواء، وإنما أيضا عبر استراتيجية الحوار السياسي. أين هي العبقرية الحوارية التونسية التوافقية التي يمكن أن تسهم في قيادة مشروع ريادي في ليبيا يسهم في تأسيس توافق سياسي يتجاوز من خلاله الليبيون هذه الخلافات ويحقن دمائهم؟ لماذا عجزت العقلية التونسية عندما يتعلق الأمر بمصلحة بأمن قومي تونسي؟ لماذا يعجزون؟ لماذا يقودون هذه الحرب؟ لماذا ينضمون إلى طرف سياسي دون غيره؟ لماذا يكونون جسرا لأطراف أخرى دولية أخرى؟ عندما وقع التونسيون وأمين عام حزب نداء تونس السيد محسن مرزوق عندما ذهب مع الرئيس الباجي قائد السبسي إلى واشنطن ووقع ذلك الاتفاق الأمني اهتزت المنطقة بالكامل، وهنالك غضب من الجزائر حول هذا الاتفاق، وهنالك توضيحات ما زالت إلى حد الآن لم تأخذ مجراها الحقيقي، وأيضا هنالك تساؤلات حول لماذا تونس تريد أن تأخذ دورا أمنيا دوليا هي أكبر من حجمها ولا يتناسب مع قواتها وربما مع السؤال يعني المادية والأمنية. ما الذي تستطيع أن تقدمه تونس يعني بالنسبة للأزمة الليبية؟ البعض يتحدث عن دور قوي لعبته في منع
شن ضربات جوية كانت تتحمس لها بعض الأطراف العربية والأوروبية، ماذا تستطيع أن تقدم تونس؟ مثل ما قدمت تونس أيام الثورة الليبية، مثل ما قدمت السلاح ومرت السلاح إلى الثوار الليبيين وأسندت ظهور الثوار الليبيين من أجل القضاء على عهد الدكتاتورية والاستبداد، اليوم بإمكان تونس أن تسند الليبيين ليس بالثأر منهم والاقتصاص منهم وتضييق فرص الحياة أمامهم وإغلاق المنافذ أمامهم، فهم لا يخسرون. أنت تعلم بأن بين ليبيا وبين تركيا هنالك طائرات، وهنالك ايضا طائرات تمشي بين ليبيا وبين تركيا، وان الليبيين لديهم من المال ما يمكن ان يعوضوا به عوضا عن تونس يذهبون الى تركيا والى دول اخرى. فلماذا التونسيون يريدون ان يلحقوا اضرار اقتصاديه ببلادهم اكثر مما هي موجوده الان؟ تعلم بان السياحه في تونس مضروبه الان، وال 80% حسب تحدث بعض الارقام من الفنادق السياحيه قد اغلقت ابوابها واصبحت الان يعني كلها 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 خراب، ليس فيها أي عمل وأي دابة تمشي أو تأتي. الطائرات الغربية أيضا أوقفت رحلاتها السياحية إلى تونس. فلماذا الدبلوماسية التونسية بدل أن تدير أزمتها الداخلية وأن تحل مشاكل القيادات الداخلية ولا سيما قيادات نداء تونس ووقف هذه الحرب الشرسة بين الإخوة الأعداء، بدل أن يوقفوا هذه الحرب الشرسة بينهم؟ وقد أعلن اليوم الرئيس البلجي قائد السبسي بأن هذه الحرب تهدد أو تنذر بعقوبات مالية دولية كبرى. لماذا يتجهون إلى الخارج ويستدعون قوات أجنبية من الخارج ويصنعون أعداء في الخارج ويوقعون بين الأهل وبين دول الجوار؟ شكرا. ويحاولون أيضا الآن إلى ليبيا التي تعاني من قوات الثورة المضادة ومن تآمر الانقلابيين المصريين ومن تآمر القريب والبعيد، يريد التونسيون أن يكون طرفا في هذا. أنا أعتقد بأن تونس أكبر من هذا، والدبلوماسيون والعقلاء والرئيس الباجي قائد السبسي العاقل الحكيم والشيخ راشد الغنوشي وكلاهما شيخ وحصل التوافق، كلاهما اعتقد انه لا تعجزه الفكره بان يذهب معا او ان يستدعي القيادات الليبيه من اجل حوار تكون تونس هي موطنه هذا وهي نعم. يعني وهي سبيله نعم. نحو التحقق بانتظار هذا الحوار القادم. شكرا جزيلا سيد عادل الحامدي مدير مكتب قدس بريس هنا في لندن، كما اشكر السيد حسن رضواني العضو السابق بالمجلس التاسيسي شاركنا من تونس، ايضا الشكر موصول للسيد احمد الكحلاوي الناشط النقابي التونسي والسيد لطفي التواتي ايضا رئيس تحرير قناه الزيتونة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، على أن نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.